السلام عليكم. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك. تفضلوا استريحوا، تفضلوا. شكرا شكرا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، أهلا بحضراتكم في أرض مصر الباسلة، أهلا بكم في محافظة الإسماعيلية، وسعداء جدا بالجماهير اللي موجودة معانا النهاردة لحضور فعاليات يوم تفوق الجامعات المصرية. هنا جوه كل بيت حكاية عن بطولة وقصة عن صمود، محافظة شبه أهلها بالظبط، كل يوم بتتولد من جديد وشهد على خطى الأنبياء وبسالة الشهداء وهزيمة الأعداء. هنا عيون ما بتنامش، هنا عيون شايفة المستقبل بكل شغف ويحاله بجهد وبإخلاص. فمن الطبيعي جدا لما نحتفل بقيمة العلم زي احتفالنا اليوم بتفوق شباب الجامعات المصرية نكون موجودين هنا وسط أهلنا بمحافظة الإسماعيلية. ودلوقتي وصلنا للحظة جني الثمار، ثمار تعب الليالي واستثمار سنين العمر. اسمحوا لي أدعو حضراتكم لاستقبال مسيرة فيها فرحة كل أم وفخر كل أب ورسالة كل أستاذ وتكليل لجهد كل شاب وشابة. رحبوا معايا بمسيرة أوائل خريجين الجامعات المصرية.